هنتكلم النهاردة عن الأعداد الصحيحة، وضع الأعداد الصحيحة. الأعداد الصحيحة، إيه موضوع الأعداد الصحيحة ده؟ هو الأعداد الصحيحة الأعداد اللي هي ما فيهاش كسر، الأعداد اللي ما فيهاش إيه؟ كسر. يعني نقول لك مثلا 2 ونص، 3 وربع، 5.1، الأعداد دي مش أعداد صحيحة. ليه؟ عشان فيها كسور أهو. الربع ده كسر، الواحد من عشرة ده إيه؟ ده كسر، ماشي؟ طيب إيه بقى الأعداد الصحيحة؟ زي ما قلنا كده أعداد ليس بها إيه؟ ليس بها كسور، عبارة عن أرقام صح زي كده الخمسة أو الثلاثة أو الاثنين. نعبر عن الأعداد الصحيحة على خط الأعداد كده أهو. كده أهو. خط الأعداد ده قلنا إن هنا لو افترضنا إن هنا الصفر كده يبقى كده 1، 2، 3، 4، 5، 6. الأعداد دي بنسميها الأعداد الموجبة. الأعداد الإيه؟ موجبة. طب الأعداد الموجبة من المطلق اللي هو بصاد موجب. صاد إيه؟ موجب. أما قبل الصفر بقى، ويعتبر ده الجديد اللي ما كنتوش بتاخدوه قبل كده، سالب 1، سالب 2، سالب 3، سالب 4، وانت ماشي كده الى ما لا ايه؟ الى ما لا نهايه. فلو احنا جينا الاعداد السالبه دي بنقول عليها كده اهو صاد السالب، صاد السالب، صاد الايه؟ السالب. السالب. انا بقى كده اهو ننظر الدنيا. طيب دي صاد الموجبه ودي صاد السالبه، الاثنين على بعض كده اهو صاد الموجبة وصاد السالبة، دي بنسميها ايه؟ صاد. سميها ايه؟ صاد. صاد. يبقى صاد بس كده تشمل صاد الموجبة وصاد السالبة والصفر معاه. والصفر ايه؟ معاه. طيب احنا خدنا قبل كده ان مجموعة الأعداد الطبيعية، مجموعة الأعداد الطبيعية تبدأ صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، إلى ما لا إيه؟ إلى ما لا نهاية. فتلاحظ هنا إن التغذية عبارة عن الصفر ومعها الأعداد الصحيحة الموجبة. صاد الموجبة. يعني الطا لو خدنا بقى كده أهو، خدنا الصفر كده وخدنا صاد الموجبة معانا كده أهو. ديت نسميها طا. نسميها إيه؟ طا. ركزي معايا. طيب. خلي بالك إن من أول الواحد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، دي بسميها أعداد العد، أهو عين. عين لو أنا كتبتها لك كده أهو. مش عارف ده فيديو ولا إيه. أهو نقل عدد الصح ده في شوية. أهو الأعداد الصحيحة. لما بقول لك عين، عين عبارة عن إيه بقى؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، إلى ما لا إيه؟ إلى ما لا نهاية. الله، يعني عين ديت هي جزء من ط. عين جزء من إيه؟ من ط. ط ديت عبارة ممكن نقول ط تساوي إيه؟ تساوي عين اتحاد الصفر. عين اتحاد الإيه؟ الصفر. لما نحط الصفر مع العين يدينا طاء. ديت العين ومعاهم الايه؟ ومعاهم الصفر في البدايه. طيب الصفر لا هو عدد سالب ولا هو عدد ايه؟ ولا هو عدد موجب. لا يبقى تبع الاعداد الموجبه ولا يبقى تبع الاعداد الايه؟ ولا يبقى تبع الاعداد السالب. قلنا الصاد الموجب في قلب منها اعداد العد اللي هي 1 2 3 4، وفي قلب منها الاعداد الزوجيه اللي هي 2 4 6 8، وبنسميها الرمز بتاعها زين، عدد زوجية، وفيها الأعداد الفردية اللي هي 1 3 5 وانت ماشي كده، وفيها الأعداد الأولية طبعا. خلاص. الصفر قلنا ليس عدد إيه؟ لا عدد لا سالب ولا إيه؟ ولا عدد موجب، وده بنسميه محايد جمعي. محايد إيه؟ جمعي. طيب ده بالنسبة للأعداد الإيه؟ الأعداد الصحيحة. في حاجة تانية ما قلناهاش في الأعداد الصحيحة؟ في حد مش فاهم حاجة في الأعداد الصحيحة ديت؟ ها؟ أي حد مش فاهم أي حاجة؟ طبعًا على خط الأعداد كل ما هو على اليمين
أكبر من كل ما هو على الشمال أو اليسار يعني. أه يسار. كل حاجة على اليمين يعني كل حاجة اليمادي أكبر من كل حاجة اليمادي. يعني نلاحظ هنا أن السالب 3 أصغر من السالب 2 والسالب 2 أصغر من السالب 1. يعني السالب 1 أصغر من سالب مليون. أصغر من سالب إيه؟ أكبر. السالب 1 معلش أنا مال. السالب 1 أكبر من السالب إيه؟ السالب مليون. طيب السالب 3 أكبر من السالب إيه؟ 4. سالب مليون اللي في آخر الدنيا ديت برغم إن هو مليون وست أصفار وبتاع أو لو مليار أو لو أكبر من كده هو بالنسبة لنا يعتبر كبير، بس هو عشان سالب يبقى أصغر من السالب 1. ليه؟ لأنه في أقصى يسار أو في أقصى الشمال. إنما اللي في اليمين يبقى في الإيه؟ يبقى أكبر من اللي في الشمال. الصفر أكبر من السالب 1. الصفر أكبر من السالب إيه؟ 1. فالنقطة دي ناخد بالنا منها، إن كل حاجة على اليمين أكبر من كل حاجة على الإيه؟ على الشمال. طيب في حد مش فاهم أي حاجة؟ مثلا بيقول لك مثل مجموعة أي مجموعة عاوز يمثلها على خط الأعداد. أي مجموعة عايز يمثلها على خط الأعداد، مثلا بيقول لك إيه؟ سين هنمثل مجموعة كده على خط الأعداد مثال كده. طيب مش فاهم حاجة من ده؟ أمسح؟ أمسح ولا استنى شوية؟ أنا أمسح؟ أمسح يا أستاذ؟ أمسح يا باشا؟ لو مش عايز نمسح خلاص عادي. أمسح؟ لا. أرجعها لك تاني عادي. أرجع لك الشريط. طيب. بيقول لك إيه؟ بيقول لي مثل على خط الأعداد عناصر كل من المجموعات الآتية، واكتب لي س بتساوي فتح قوس، ويقول لك س حيث س، س حيث س، مالها بقى يا عم السين ديت؟ تنتمي لمين؟ إلى ص، ص يعني هي تبع الأعداد الصحيحة، تبع الأعداد اللي إيه؟ الصحيحة. الصحيحة. و ماشي عرفنا إن هي بتنتمي لص، و سالب 3 أصغر من س أكبر من أو تساوي السالب 3، فهناخد السالب 3 معايا. فأنا بمشي بقى وأنا ماشي كده، سالب 2، سالب 1، أهو، سالب 2، سالب 1، وبعدين الصفر، وبعدين الواحد، آخد الاثنين معايا؟ لا مش هاخدها، ليه؟ عشان قال لي أصغر من الاثنين. خلاص؟ فأنا ماشي هنا كأني ماشي زي التنازلي، بس إحنا عاوزين سالب 2 بعدها 3 4 عاوزين نقول كده. أنا عندي من أول الواحد اهو لحد بايه؟ لحد السالب 3 كده اهو، كده اهو تعمل الكور كده اهو وتوصل الكور بالايه؟ بالشكل ده. طبعا لو هو حاجه ماشيه الى ما لا نهايه فانا بعمل ايه؟ سهم واعمله ماشي الى ما لا نهايه، سواء يمت الايه؟ الموجب او سواء يمت الايه؟ يمت السالب. طب وانت انا عملتها من الواحد للسالب 3؟ ما هو من الواحد للسالب 3 المجموعه، مش المجموعه عندي، مش هو قال لي نسيم أكبر من أو تساوي الثلاثة، طالما قال لي أكبر من أو هي س أكبر من أو تساوي الثلاثة، عشان كده أنا أخدت السالب 3، عشان كده أنا أخدت السالب 3 معايا. وبيقول لي أصغر من الاثنين، فإذا هي محصورة ما بين السالب 3 وأقل من الاثنين، إيه اللي أقل من الاثنين؟ الواحد. لأن الاثنين الإيه؟ الواحد. فأنا أخدت الواحد معايا وأخدت السالب 3 معايا. هي كل بقى كل الفترة اللي ما بينهم دي، كل الأرقام اللي ما بينهم دي، أنا عملت على خط الأعداد أهو. دي طريقة السالب. وده تمثيل على خط الايه؟ العدد. طيب ده كلام جميل. لو جينا بقى بعد كده يا استاذ لما بيجي يقول لنا رتب يبقى كاتب لنا سالب 3 وسالب رتب ايه؟ تصاعدي ولا تنازلي؟ اي حاجه. لا مش اي حاجه، انت عايزه تصاعدي ولا تنازلي؟ تصاعد. تصاعد الايه بقى؟ مثلا طيب ده سؤال ولا قول؟ يلا ها قول. سالب مش عامل لنا الكوز ده، مش عامل كوز، مش مجموع اصلا. سالب 3 سالب 3 وشرطه سالب وشرطه كده طويله سالب ايه؟ قمم مطلقه. هذا القمم المطلقه لسه هنتكلم احنا في القمم المطلقه دي دلوقتي، انا هكلمها ان شاء الله. ايه بقى موضوع القيمة المطلقة دي؟ اما
بقول مثلا المسافة ما بين الاثنين وما بين السالب واحد قد ايه؟ المسافة ما بين الاثنين وما بين السالب واحد اعدهم كده، من الاثنين للواحد قد مسافة، ومن الواحد للصفر قد كمان مسافة، ومن الاثنين ومن الصفر للسالب واحد قد كمان مسافة، يبقى كم مسافة؟ ثلاث مسافات. يبقى اذا من الاثنين للسالب واحد عبارة عن ثلاثة، فالثلاثة ديت بقول عليها دي قيمة مطلقة ثابتة. قيمة مطلقة ايه؟ ثابتة. أي حاجة بتيجي تعبر عن القيمة المطلقة بعمودين كده شرطتين كده، بيقول القيمة المطلقة لسالب اثنين، إيه القيمة المطلقة لسالب اثنين؟ القيمة المطلقة ليها يعني المسافة ما بين الصفر وما بين السالب اثنين قيمتها اثنين. قيمتها إيه؟ اثنين. طب القيمة المطلقة لأربعة كده قيمتها برضه أربعة. يعني إيه القيمة المطلقة؟ يعني المسافة، بس يا حبيبي يعني المسافة من الصفر للأربعة. لو انا عديت من الصفر لاربعة كده ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، ادي اربعة، اربع مسافات. طيب القيمة المطلقة للسالب اربعة، عد من الصفر لحد سالب اربعة، من الصفر ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، ادي اربعة، الاعتبار سالب اربعة اللي قبل كده. فهم برضو ايه؟ اربع مسافات. يبقى اذا القيمة المطلقة هي عبارة عن المسافة ما بين الصفر وما بين العدد ده، بغض النظر بقى كان العدد ده سالب او كان العدد ده ايه؟ او كان العدد ده موجب. فعشان كده القيمة المطلقة الرقم اللي بيبقى جوه ده هو سواء موجب أو سالب قيمته بتطلع موجبة على طول، يعني ده أربعة القيمة المطلقة ليه بأربعة، السالب اتنين القيمة المطلقة ليه بإيه؟ باتنين. فلما بيجيب لي حاجة كده أنا بفكها الأول أطلع قيمتها وبعد كده أجيب إيه؟ أخدها في الترتيب بتاعها. ماشي؟ قول لي بقى عايز ترتيب إيه؟ ولا خلاص؟ الحمد لله. ماشي يا ابني. طيب نتكلم حتى تنشر المادة. تسمع نفسك هيدا. بص يا ماما. هنتكلم بقى عن خواص الايه؟ الجامعة. خواص مشكلة جمع الأعداد الصحيحة، المفروض ده بيندرج تحت الأعداد الصحيحة. لو أنا جاي أجمع أي عددين صحيحين موجبين، أجمع أي عددين صحيحين إيه؟ موجبين. بقول جمع الأعداد الصحيحة الموجبة بيماثل لجمع الأعداد الطبيعية، يعني شبه جمع الأعداد الطبيعية بالظبط. طيب وجمع عددين صحيحين سالبين، قال لي جمع عددين صحيحين سالبين بيساوي عدد صحيح سالب. يعني لو انا بقول 5 سالب 5 زائد سالب 2 هيديني سالب ايه؟ السالب هنا 0 و5 و2 7. 5 و2 ايه؟ 7. بالنسبه لجمع وطرح الاعداد عامه عشان الاشارات المختلفه ديت، فانا بقول لك لما تبقى الاشارات شبه بعضها فاجمع وحط اشارتها. يعني مثلا هنا سالب 5 وسالب 2 الاشارات شبه بعضها، اقوم جامع وحط الاشاره بتاعتهم 5 و2 7 وحط الاشاره. طب لو مختلفين عن بعض في الاشاره، يعني مثلا 5 زائد سالب 2، 5 زائد سالب 2، الاثنين مختلفين في الاشاره يبقى نطلع ونحط اشاره الكبير 5 ناقص 2 3. اشاره الكبير ايه؟ موجبه، يبقى هتبقى موجبه زي ما هي كده. خلاص؟ يبقى لما يبقوا الاعداد متشابهه في الاشاره 3 زائد 3 الاثنين متشابهين في الاشاره، فانا هجمع عادي واحط اشارتهم موجبه كانها زي ما هي. انما سالب 3 زائد سالب 3 الاشاره بتاعتهم سالب 3 و3 6. انما لو واحده موجبه وواحده سالبه زائد سالب 3 كده ممكن تتكتب بالشكل كده، ممكن تتكتب 3 ناقص 3 كده. ده هيديني ايه؟ هيديني صفر، وهنا برضه هيديني صفر. ليه؟ هنطرح 3 ناقص 3 صفر، معكوسه ايه؟ سالب 3. العدد ومعكوسه لما بنضمهم على بعض بيديني صفر. بيديني ايه؟ بيديني صفر. طيب لو جينا بقى على خواص عمليه الايه؟ عمليه الجمع في الصور. نقول حاصل جمع اي عددين صحيحين، نطلع كده صفحه 34. حاصل جمع اي عددين صحيحين احدهما موجب والاخر سالب يساوي عددا صحيحا يكون موجبا او سالبا.
تاني حاصل جمع عددين صحيحين اي عددين صحيحين بنجمعهم احدهما موجب والاخر سالب واحد سالب والثاني موجب يكون عددا صحيحا يساوي عددا صحيحا قد يكون موجبا او سالبا يعني لما بجمع عدد الموجب على عدد سالب ممكن النتيجه تديني موجب او سالب زي ما شفنا كده اهو سالب 5 اما اقول لك اهو 6 زائد سالب 2 الاثنين مختلفين في الاشاره هنعمل ايه؟ هنطرحهم 6 ناقص 2 4 والاشاره ادتني ايه؟ موجب لان دي موجب طب لو العكس بقى لو سالب 6 زائد 2 برضه هطرحهم 6 ناقص 2 4 والاشاره ايه؟ سالب فاذا جمع اي عددين طبيعيين ها؟ جمع اي عددين صحيحين سواء سالب او موجب بيديني عدد برضه صحيح برضه يا اما سالب يا اما ايه؟ يا اما سالب يا اما موجب. وعايزه تاني. طيب لو جينا بقى على الخواص، كل ده بره الخواص، هنتكلم بقى على الخواص. خواص جمع الاعداد الصحيحه. خواص جمع الاعداد الايه؟ الصحيحه. اول حاجه الانغلاق. هنتكلم على خواص جمع الاعداد الايه؟ الصحيحه. ايه بقى الموضوع الخاص بتاع جمع الاعداد الصحيحه؟ وخدنا جزء منها قبل كده. اول حاجه الانغلاق. الانغلاق يعني ايه؟ يعني اي رقمين صحيحين اجمعهم على بعض النتيجه اللي هتطلع هتنتمي للاعداد الصحيحه. تاني اي رقمين صحيحين هجمعهم على بعض النتيجه اللي هتطلع هتنتمي للاعداد الصحيحه، فعشان كده بقول ان عمليه الجمع عمليه مغلقه في صار، اهو لما اقول لك مثلا 1 زائد سالب 3 قلنا الاثنين لما يبقوا مختلفين في الاشاره نعمل ايه؟ نطرح 3 ناقص 1 2 ونحط اشاره الايه؟ الكبير اللي هي السالب، فادتني النتيجه سالب 2، مش السالب 2 دي بتنتمي للاعداد الصحيحه؟ موجوده في الاعداد الصحيحه ولا لا؟ موجوده. يبقى اذا بقول عمليه الجمع عمليه مغلقه في اطار في صار. طيب لما لو اي رقمين بقى لو جبت مثلا سالب 3 زائد سالب 2 اهو الاشاره بتاعتهم بقى سالب لما يبقوا اشارتين شبه بعض بايه؟ بحط اشارتهم و3 و2 5 ادتني برضه سالب ايه؟ سالب 5 دول عددين سالبين ده واحد موجب واحد سالب نجيب 2 موجبين و2 زائد 3 2 زائد 3 بيساوي ايه؟ 5 يبقى لما بتجمع اي عددين سواء كانوا الاثنين موجبين او الاثنين سالبين او واحد موجب واحد سالب النتائج اللي طالعه كلها موجوده جوه الصرف عشان كده بنقول ان ايه؟ بنقول ان عمليه الجمع مغلقه دائما في ايه؟ في صرف. فيها مشكله بالمغلق ديت؟ طيب. بعد كده عمليه رقم 2 عمليه دي رقم 1 رقم 2 عمليه الابدال. الابدال. ايه موضوع عمليه الابدال ديت؟ الابدال يعني بدل رقمين مكان بعض زي ما اقول لك فين؟ استنى بقى. عمليه جمع اي عددين صحيحين عمليه ابداليه. عمليه ايه؟ ابداليه. يعني مثلا لما اقول لك 1 زائد سالب 2 بيساوي الاشاره هنا ايه؟ سالب عشان الكبير سالب واطرح 2 ناقص 1 1 ادتني سالب 1، طب لو انا قلبتهم هديك نفس النتيجة؟ هيديك نفس النتيجة، سالب 2 زائد 1 اهو. إشارة الكبير إيه؟ سالب أدي السالب. والاثنين عكس واطرح 2 ناقص 1 1 ادتني برضه سالب إيه؟ سالب 1. وكذلك برضه لو هما الاثنين سالبين لو بدلت دي مكان دي هتبقى سالب 3 وسالب 2 بتساوي سالب 5. ولو هما الاثنين موجبين 3 و2 5 و2 و3 5. ولو واحد سالب واحد موجب انا لسه عاملها اهو. يبقى اذا كل النواتج اللي طالعه موجوده في الصاد ولا مش موجوده؟ موجوده في الصاد. فعمليه الجمع في صاد عمليه ابداليه، عمليه مغلقه. عمليه ايه؟ مغلقه. مغلقه يعني كل النواتج اللي بتطلع لازم تكون جوه الصاد، وابداليه يعني لما ببدل اي رقمين من طرفي عمليه الجمع النتيجه اللي بتطلع بتبقى متساويه قبل الابدال وبعد الايه؟ وبعد الابدال. ده بالنسبة للإبداع. طيب
طب الفصيله اللي بعد كده تقول المحايد الجمعي. ايه المحايد الجمعي؟ نقول الصفر هو المحايد الجمعي في مجموعه الاعداد الصحيحه، وكذلك الصفر هو المحايد الجمعي في مجموعه الاعداد الطبيعيه. الصفر ده محايد جمعي في الاعداد الطبيعيه وفي الاعداد الصحيحه، يعني لما بزوده او بنقصه قيمه العدد ما بتقلش. لما اقول صفر زائد واحد بيساوي واحد، واحد ناقص صفر برضه بيساوي ايه؟ بيساوي واحد، زائد اللي زودته او ايه؟ او نقصته. عشان كده بنسميه محايد. محايد يعني اكنه مش موجود، يعني زائد حطيته زي ما كنت شايفه. طيب المعكوس الجمعي بيقول المعكوس الجمعي للعدد لاي عدد من الاعداد. لو قلنا مثلا العدد سالب الف هو العدد الف، لو بنفترض يعني اي عدد، يعني نمسح الاول ده. حد عايز المضاف او الابدال تاني؟ ها حد مش فاهم حاجه في المضاف او الابدال؟ المعكوس الجمعي لأي عدد ما، مثلا وليكن سالب سبعة مثلا، هو العدد سبعة. السبعة معكوسها الجمعي هو سبعة، خلاص؟ يعني لو هو بالموجب يبقى عكسها بالسالب، لو هو بالسالب يبقى عكسها بالموجب. والمعكوس الجمعي سالب تلاتة هو ايه؟ تلاتة. المعكوس الجمعي للتلاتة هو ايه؟ سالب تلاتة. المعكوس الجمعي للسبعة هو ايه؟ سالب سبعة. المعكوس الجمعي العدد ومعكوسه الجمعي مجموعهم بيساوي صفر. العدد ومعكوسه الجمعي بيساوي ايه؟ اهو العدد زائد معكوسه الجمعي يساوي ايه؟ صفر. يعني لو جمعت سبعه زائد سالب سبعه. سبعه وسالب سبعه، سبعه كانها سبعه ناقص سبعه، لان الزائد في الناقص ده ناخدها بعد كده، الزائد في الناقص بناقص. فسبعه ناقص سبعه بايه؟ بصفر، اكنها كده سبعه ناقص سبعه بتساوي ايه؟ صفر. يبقى اي عدد ومعكوسه الجمعي بايه؟ بيديني صفر. يبقى المعكوس الجمعي هو العدد نفسه بس اشارته مقلوبه. بس اشارته ايه؟ لو كانت سالبه يبقى المعكوس بتاعه زائد موجب يعني، ولو كانت موجبه يبقى المعكوس بتاعه ايه؟ سالب. ده بالنسبه للايه؟ للمعكوس الايه؟ الجمعي. فاضل لنا دلوقتي بقى الايه؟ الجمعي. عندك الدمج اهو بيقول ايه؟ اوجد ناتج جمع الاعداد الاتيه. سالب، اوعى كده يا سيبك من اللي انا هديك واحده معايا. الدمج ده عباره عن ايه؟ ببساطه كده هفكركم بس بيه. لما اقول لك مثلا واحد زائد ثلاثه زائد اربعه. دمج يعني اقوم دمج الاثنين الاولانيين دول مع بعض. واحد وثلاثه اربعه زائد الاربعه دي زمان يساوي ثمانيه. يبقى انا كده دمجت الاثنين دول الاول، واللي طلع جمعته مع ايه؟ مع ده، فبقت 4 و4 8. طب ادمج الاثنين التانيين واشوف هتدي لي نفس النتيجه. واحد زائد 3 زائد 4 بيساوي ادمج 3 مع ال 4. الواحد انزله زائد 3 و4 7، يبقى 1 و7 7 ادتني نفس النتيجه. عشان كده بنقول ان عمليه الجمع دامجه في صاد. طيب نجرب بقى على ايه؟ على اعداد صحيحه واعداد صحيحه سالبه واعداد صحيحه موجبه. لو انا قلت واحد او خلاها ثمانية زائد سالب اثنين زائد سالب ثلاثة مثلا كده، ماشي؟ احطها في كورس كده عشان ما ينفعش نحط اشارتين جنب بعض. فانا هدمج الاثنين دول الاولانيين الاول كده واشوف النتيجة هتطلع ايه. الاثنين مختلفين في الاشارة، يبقى هنطرح ثمانية ناقص اثنين ستة، اشارتهم موجبة فهسيبها ستة زي ما هي، زائد سالب ثلاثة هنزلها زي ما هي. الاثنين مختلفين في الاشاره، يبقى هنطرح 6 ناقص 3 3، والاشاره ايه؟ موجبه، لان الكبير موجب فهسيبها 3 زي ما هي. ديت انا دمجت الاثنين الايه؟ الاولانيين. طب انا هدمج الاثنين الثانيين اشوف بتديني 3 برضه ولا لا؟
اهو هي ايه 8 زائد سالب 2 8 زائد سالب 2 في قوس زائد سالب 3 في قوس. انا دمجت الاثنين الاولانيين دول المره اللي فاتت، المره دي بقى هدمج الاثنين الايه ده هم عامل لهم شنكل كبير كده ماشي، ونشوف ايه اللي هيحصل. ال 8 هنزلها زي ما هي زائد سالب وسالب يبقى اشارتهم ايه؟ سالب. 2 و3 5، لان احنا قلنا لما يبقى الاشاره متشابهه نجمع ونحط اشارتها، الاشاره مختلفه اطرح واحط اشاره الكبير. طيب هنا الاثنين مختلفين في الاشاره نعمل ايه؟ نحط اشاره ايه؟ اشاره الكبير الاول ايه؟ موجبه، هنسيبها موجبه فاضيه كده. 8 ناقص 5